It's allowed. Thank you. وتتنوع الأزياء الشعبية النسائية البحرينية تنوعا كبيرا يفوق تنوع الزي الرجالي، حيث تميل ألوان الثياب إلى الزركشة والألوان الساهية المحلاة بالنقوش والزخارف الجميلة، خاصة الأثواب التي تستخدم خلال المناسبات والأفراح. وتحمل الأزياء النسائية قائمة كبيرة من التسميات، وهي تعود إلى نوع التطريز المستخدم، ومنها ثوب النشر الذي يأتي في قائمة الأزياء النسائية الشعبية فنًا وإتقانًا ومعرقة. وبفضل الدقة في التطريز، فقد انتشر ثوب النشر انتشارًا واسعًا، واحتل مكانة معروفة، وأصبح زيًا شعبيًا تحرص المرأة البحرينية على ارتدائه في مختلف المناسبات. Oh, what?
عمرين عاشق This one, this is this horse. No, maybe fish. Maybe horse. Maybe fish. Thank you.
Thank you.
I take a video. Huh? Video bus. Video. Yeah. Thank you. سلم ولدهم يلا جيب المكد يلا يا شفيع الأمة وسلم ولدهم لأمة يا شفيع الأمة وسلم ولدهم لأمة سلم حمو سلم ولدهم يلا سلم ولدهم يلا 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 ويلا سلم بنتهم يلا 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 سلم ولدهم ولدهم الحبة بالحبة زيد يرجع الباب يرجع الباب Oh yeah.